الآن مشاهدينا تنضم معي عبر الهواء مباشرة السيدة لينا قنوع محللة أسواق مالية في مجموعة إكويتي من دبي. مرحبا بك سيدة قنوع، وأبدأ معك من أسعار النفط التي هي في مستواها المرتفع رغم قيود السفر ومخاوف المتحور وتفشي الفيروس. إذن ما الأسباب التي دعت أسعار النفط إلى الارتفاع؟ أهلا بك. بالفعل أسعار النفط ارتفعت كما ذكرت بالرغم من تفشي متحور أوميكرون، لكن يظهر أن المخاوف قد تضاءلت إذا ما قارناها بالفيروس متحور دلتا أو فيروس كورونا، فيظهر أنه يعني لا يعني هذه الأعراض التي تظهر على يعني نتيجة الإصابة بأوميكرون لا يحتاج إلى الدخول إلى المستشفى، يعني الأعراض خفيفة. وأيضا لم تطبق جميع الدول إجراءات تشددية بشكل كبير، ويعني ورغم أنه في كم تم تعطيل يعني 1800 رحلة بسبب انخفاض عدد العاطلين عن العمل. انخفاض تقصينات الخام في الولايات المتحدة بوقع 3.1 مليون برميل يوميا دعم أسعار النفط نحو الارتفاع. وأيضا هناك توقعات بأن يتزايد الطلب العالمي على النفط في العام المقبل في عام 2022 ويعود إلى مستويات ما قبل جائحة الكورونا، وخاصة بعد تصريحات روسيا بأنه أو حسب وزير الطاقة الروسي ألكسندر روفاك عم بيقول أنه يعني يرى أنه سعر 69 إلى 80 دولار في العام المقبل، وأيضا أنه سوف يعود الطلب، أيضا متوقع أن يرتفع الطلب على النفط خلال العام القادم. فكل العوامل مسببة بأن يكون هناك ارتفاع، وتوقعات بأن فعلا أنه أسعار النفط ترتفع على المدى الطويل بالرغم من قيام بعض الدول بالسحب من الاحتياطيات النفطية، لكن سوف يكون تأثيرها على المدى القصير، لن يكون تأثيرها على المدى الطويل. وذكرنا في عدة يعني ربما على محطة قناة العراق 24 إنه سحب الاحتياطيات سوف يكون تأثيره فقط على المدى القصير، لن يكون تأثيره على المدى الطويل. فنتيجة عدم وجود إغلاقات إلى الآن وإجراءات تشددية كبيرة، فهذا عم بيخلي إنه ما زال إنه في طلب على النفط، وراح نشهد ارتفاعات ربما نصل إلى مستويات أعلى من 80 دولار خلال عام 2022، وربما نكون على عتبة 100 دولار للبرميل. طبعا نجحت سياسة أوبك بلس بالفعل بقيادة السعودية وروسيا في رفع أسعار النفط، وشهدنا كيف الارتفاعات. نحن يعني بعام 2020 قررت منظمة أوبك تخفيض الإنتاج وبدأت بالرفع التدريجي، فهذه السياسة التي قامت بها أوبك بلس هي سياسة ناجحة ودعمت أسعار النفط وساهمت في أسعار النفط، ولهذا السبب نحن متوقعين أن يكون أيضا ارتفاعات يعني على أسعار النفط. طيب سيدة لينا، هل تميلين بالترجيح إلى أن المنتجين قد عملوا على رفع الشراء خشية من اجتماع أوبك بلاس القادم كي لا تنخفض المنظمة تخفض المنظمة تعزيز إنتاجها بسبب أوميكرون؟ بالفعل كما ذكرت انه سياسه اوبك بلس كانت بالفعل سياسه ناجحه، قامت بتخفيض الانتاج بعام 2020 الى ان قامت برفع الانتاج بشكل تدريجي. نحن نترقب الرابع من يناير من كانون الثاني هذا الاجتماع، ما هو يعني المتوقع ايضا بنفس السياسه برفع الانتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا. سوف يعني هذا سوف
أيضا له تأثير هذا الاجتماع، سوف نترقبه وهل سيبقي على نفس السياسة إذا يعني طبعا لم تكون إغلاقات ولن يكون هناك يعني انتشار لمتحور أوميكرون. إذا الآن لم يعني إلى الآن لم يتوصل لم يعني لم يتم التوصل إلى مدى تأثير أوميكرون، وهل يعني وهل سيتسبب بإغلاقات اقتصادية وتأثيره يعني صحيا. فبالتالي هذا الاجتماع المرتقب ب 4 يناير ربما يعني لا تغيير في سياسة الإنتاج إلا إذا كان هناك زيادة في عدد حالات الإصابة في عدد الإغلاقات. سوف نراقب هذا الاجتماع. فسياسة أوبك بلس هي سياسة بالفعل ناجحة وكانت بقيادة السعودية وروسيا. طيب، شاهدنا خلال الأيام الأخيرة أن الأسواق كانت في اتجاه تصاعدي رغم انتشار متحور أوميكرون، هل بدأت الأسواق تتجاهل المخاوف المرتبطة بكورونا أم أن الاقتصاد بصورة عامة قد حصن نفسه من أي مستجدات وبائية؟ طبعا يعني بالفعل أسواق الأسهم كما ذكرت حققت ارتفاعات ومستويات قياسية وتاريخية. إذا نظرنا إلى وول ستريت حققت ارتفاعات بشكل كبير، نحن نتحدث عن S&P 500، ارتفاعات للناسداك منذ مطلع هذا العام بارتفاع ب 26%. يعني عم نشوف هاي الارتفاعات يعني الارتفاعات القوية في الأسواق المالية العالمية. طبعا متوقع أنه أن تستمر هذه الارتفاعات في عام 2022، لأني حتى ولا أستبعد يعني يكون في الربع الأول بعض التصحيحات، لكن لن تكون التصحيحات بشكل كبير لأني مع سياسات البنوك المركزية التي قامت سياسات تحفيز لها تأثير كبير على ارتفاع أسواق الأسهم. ونحن ما زلنا نقول أن أسواق الأسهم مرشحة نحو الارتفاع، وخاصة مع يعني البيانات الاقتصادية اللي عم نشوفها بتظهر نوع من التحسن مع النمو الاقتصادي العالمي، هناك شهية لأخذ المخاطر. فمتوقع أنه ترتفع أسواق الأسهم بشكل كبير، وبالرغم أنه يعني كما ذكرنا أنه مخاطر أوميكرون هي أقل من أي مخاطر سواء من فيروس دلتا أو فيروس أو بشكل عام لفيروس كورونا، فالمخاطر أقل حدة. فهذا عم بيخلي إنه بالفعل أسواق الأسهم عم تستفيد من ذلك وعم تحقق مستويات قياسية وتاريخية. فبالتالي حتى يعني إذا كمان شفنا كيف إنه أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير، نحن عم نشوف ارتفاعات أكثر من 55% بالنسبة لأسعار النفط. عم نشوف كيف كمان أيضا إنه حققت أسعار النفط مثلاً أعلى مستوى لها على أساس سنوي منذ أكثر من 10 سنوات. يعني فبالتالي يعني أسواق الأسهم متوقع أن تحقق المزيد من الارتفاعات، وعم نشوف جميع الأسهم بشكل عام عم تحقق ارتفاعات. الأسهم التكنولوجية بشكل كبير عم تحقق ارتفاعات بالرغم أنه أمس شفنا بعض التخارج من الأسهم التكنولوجية، لكن بشكل عام وصلت قيمة أبل إلى قيمتها السوقية وصلت إلى أكثر من 3 تريليون دولار. فبالتالي القيم السوقية للأسهم التكنولوجيا مثل تسلا ارتفعت بشكل كبير من بداية العام. نحن نحكي عن مايكروسوفت، عن عدة أسهم في التكنولوجيا استفادت كثيرا وعم تحقق أداء مثال إيجابي بعام 2021. طبعا في عام 2022 نشوف كيف اتجاهات أسواق الأسهم التكنولوجيا، وخاصة بعد ما رح يكون في انفتاح اقتصادي والتعايش مع يعني مع جائحة الكورونا. اسمحي لي سيدة لينا أن أسألك عن الليرة التركية. رغم ارتفاعها 50% الأسبوع الماضي، الليرة التركية تتراجع وتواصل تبديد المكاسب رغم خطط الحكومة، هل ستواصل الليرة التركية النزيف؟
الليرة التركية طبعا وصلت إلى تراجعات كبيرة، نحن وصلنا تقريبا إلى الدولار مقابل الليرة التركية، نتحدث خلال الأسبوع الماضي وصلنا إلى 18، لكن مع سياسة البنك المركزي ارتفعت بشكل كبير، ارتفعت تقريبا يعني 38% أو أكثر من 38%، يعني عوضت جميع الخسائر، لكن لاحظنا أنه بدأت في التراجعات الليرة التركية والمزيد من الهبوط. ف يعني بالرغم من تحفيزات البنك المركزي التركي بتقديم حوافز من التحويل من الودائع بالذهب الى الودائع بالليره التركيه وتقديم اسيوره في الاسواق، لكن لا ننسى ان في تركيا بتعتمد على الواردات اكثر من الصادرات، التضخم مرتفع بشكل كبير، نتحدث عن اكثر من 20% التضخم، نحن نصنف التضخم في تركيا بالتضخم السريع، متوقع ان يصل التضخم في الربع الاول في عام 2022 عم نتوقع انه يصل الى 30%، فهذا ارتفاعات كبيره في التضخم. وما زالت سياسه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بخفض اسعار الفائده، فعند خفض اسعار الفائده مع تضخم مرتفع هذا بيسبب المزيد من الخسائر، فكانت التاثيرات بسياسه البنك المركزي التركي هي تاثيرات فقط على المدى القصير، وبالتالي التوقعات بان يكون هناك هبوط للليره التركيه ومزيد من الهبوط. طيب، رغم تحسن معنويات المخاطرة، لو تحدثنا عن الدولار الأمريكي، رغم تحسن معنويات المخاطرة، لماذا ارتفع الدولار الأمريكي؟ طبعا الدولار الأمريكي هو يعتبر يعني في حال أي تفشي لفيروس كورونا أو أوميكرون أو هيك، بيشوفوا أنه يعتبر في أول فترة هو الملاذ الآمن. طبعا الدولار عم نشوفه يعني عم بيرتفع بشكل، نحن عم نشوفه بشكل طفيف، نحن ما وصلنا إلى القاع، يعني حتى لو عم بيحصل هبوط ما وصلنا للقاع، ولا بتوقع أن نوصل إلى القاع الذي يعني وصل إليه هو 92 دولار. الدولار سبب سياسة الاحتياطي الفيدرالي بتجديد السياسة النقدية، متوقع أنه يتم تجديد السياسة النقدية بواقع 3 مرات. من جهة أخرى هناك أيوم ربما أن تكون الأسواق احتسبت رفع أسعار الفائدة، هناك توقعات بيكون رفع أسعار الفائدة مرتين بدلا من 3 مرات، وأن يبدأ الرفع ليس في مارس، ربما أن يكون في شهر 4 أو 5، يعني في شهر بشهر مايو أو يونيو أن يبدأ أول رفع تدريجي لأسعار الفائدة، فبالتالي لم تتضح إلى الآن، سوف ننتظر الربع الأول تتضح الصورة بشكل أكبر إلى أين يتجه الدولار الأمريكي. ربما يعني ربما إذا أي تلميحات طبعا بتجديد السياسة النقدية، طبعا يجب أن نراقب أنه بيانات العمل مهمة، بيانات التضخم بشكل كبير، يظهر أن البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نوعا ما في تردد، بدأ بسياسة خفض برنامج شراء الأصول الذي ينتهي طبعا في مارس آذار، سوف يمكن يعطي فرصة قبل أن يقوم برفع أسعار الفائدة. يعني إذا نظرنا إلى بنك إنجلترا المركزي، عم نشوف أنه بلش بتجديد السياسة النقدية، هناك بنوك أخرى، ربما بنك كندا المركزي يقوم أيضا بتجديد السياسة النقدية، فبالتالي البيانات والأرقام الاقتصادية التي سوف تظهر في الربع الرابع من عام 2021 والربع الأول من عام 2022 ستعطينا فكرة أوضح إذا سوف يقوم البنك الاحتياطي الفدرالي بتجديد السياسة النقدية، وسيكون هو الوحيد الذي سوف يتفرد من باقي البنوك بتطبيق رفع أسعار الفائدة، فسوف يعني سوف نرى قوة للدولار الأمريكي، لكن لم تتضح الصورة إلى أين يتجه مؤشر الدولار الأمريكي. لا أتوقع الهبوط، أتوقع بعض التراجعات البسيطة إن حصلت على الدولار الأمريكي إلى أن تتضح الصورة خلال العام القادم. ارتفاع أسعار الأسهم والتضخم الحاد الذي نشهده، هل سيدفع المستثمرين نحو الذهب؟ وبرأيك ما هي توقعات حركة الذهب بالأساس خلال الفترة القادمة؟
طبعا اسعار الذهب يعني عم نشوفها كيف عم توصل لمستويات السنه 1000، ونحن بنحكي عن 1800 دولار بالنسبه للأونصة، حاول انه يرتفع اكثر من هيك وبعدين رجع عم بيتراجع، فبالتالي يعني عم نشوف الذهب واقع في حيره بين انه نحن بنعرف انه دائما هو الذهب هو اداه تحول ضد ارتفاع التضخم، استفاد طبعا الذهب من وقت ما نشوف ارتفاعات التضخم، ننسى التضخم في الولايات المتحده الامريكيه ارتفع بشكل كبير، نحن عم نتحدث عن 6.8% هي يعني الاعلى منذ 39 عاما، هي عم بيرتفع، لكن مع ارتفاع التضخم هذا بيؤدي انه يقوم الاحتياطي الفدرالي الامريكي بتجديد السياسه النقديه، طبعا التقليل ايضا من مخاوف عوده اوميكرون هي او تاثير اوميكرون وعدم وجود اطلاقات اقتصادية أيضا عم بيأثر بشكل سلبي على الذهب، فبالتالي الذهب سوف يتحرك في نطاقات ضيقة خلال الربع الأول، ننتظر كيف راح يكون البنك الاحتياطي الفدرالي وقراره بتجديد السياسة النقدية، لا ننسى انه ما زال نظرتنا انه اتجاه مزيد من الهبوط، نحن نعرف انه باغسطس بعام 2018 لاغسطس عام 2020 شفنا كيف الذهب ارتفع بشكل كبير، ارتفع طبعا من 2000 من 1000 تقريبا ل 2074 ارتفاعات كبيره خلال عام 2020، وبدانا عام 2021 يعني ما شفنا انه الذهب كان الذهب عم بيرتفع بشكل كبير غير في حالات وقت عم نشوف انه عم يستفيد من حالات التضخم، بعد ذلك نحن متوقعين انه اي تجديد للسياسه النقديه فهذا لن يكون لن يصب لصالح الذهب، وربما الاتجاه الهابط للذهب، وربما نرى مستويات يعني دون مستويات ال 1750، لكن هلا بهالفتره حنشوف النطاقات الضيقه على اسعار الذهب من جهه اوميكرون ومن جهه اخرى تجديد السياسه النقديه، لهالسبب ما عم نشوف الذهب عم يرتفع بشكل كبير. طيب ماذا عن معدلات التضخم وفق المؤشرات الحاليه؟ هل ستستمر باتجاهها التصاعدي وكيف ستتعامل معها البنوك المركزيه؟ بالنسبة طبعا التضخم عم بيرتفع بشكل كبير كما ذكرت 6.8%، عم نشوف مثلا عم بيرتفع التضخم في اليابان بعد ما كان التضخم منخفض، نحن بنحكي عن ماينس 0.3%، كان ارتفع باعلى مستويات في 4 سنوات، طبعا لم يصل الى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الياباني في الولايات المتحده، بالبنك عفوا بالقاره العجوز في اوروبا عم نشوف في ارتفاعات للتضخم، ببريطانيا عم نشوف ارتفاعات للتضخم، طبعا ارتفاعات التضخم بتيجي ارتفاعات اسعار الطاقه، ارتفاعات ما زالت أزمة سلاسل التوريد بشكل يعني ما يعني تعثر سلاسل التوريد المشكلة الأكبر عم بتخلي ارتفاع في التضخم، لا ننسى أنه حتى ماكدونالدز يعني لم تعد تقدم مثلا فريش فرايز في وجباتها، وخاصة بسبب مشكلة سلاسل التوريد، وتم يعني تصديرها إلى البطاطا إلى اليابان، فبالتالي هذه تدل على أزمة سلاسل التوريد، فبالتالي ما زالت المشكلة موجودة، والتضخم إلى الآن لم يتم كبح التضخم يعني عم نشوف إنه سياسة البنوك المركزية بلشت، البنك انجلترا المركزي انه راح يرفع اسعار الفائده، فبالتالي هذا راح يكبح ارتفاع التضخم، بعض البنوك المركزيه مضطره انه تبلش انه بسياستها التشدديه برفع اسعار الفائده، البنك المركزي الاوروبي ربما اقل تشدديه من باقي البنوك المركزيه الاخرى، يرى انه ما زال انه بحاجه اوروبا الى مزيد من السياسه التحفيزيه، في الولايات المتحده الامريكيه بلشت تخفض برنامج شراء الاسهم، لكن هو رفع اسعار الفائده راح نشوف وهو راح يتبع ارتفاع التضخم، وبالتالي ذكر في اخر اجتماع الفدرالي الامريكي سيقوم برفع اسعار الفائده بعد انتهاء برنامج خفض برنامج شراء السندات الذي سوف ينتهي في مارس، لكن هل سوف يرفع اسعار الفائده يستمر رفع اسعار الفائده يعني 3 مرات او مرتين، فهذا الذي سوف ننتظره، متى سيكون اول رفع؟ هل في مارس او مايو شهر 5 أو 6؟ متوقع حسب يعني انه يكون اول رفع ربما في شهر 5. السيدة لينا قنوع محللة اسواق مالية في مجموعة ايكويتي عبر الهواء من دبي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.